ولأن الكلام مع الكبار دايما مبهج وملهم وفي تفاصيل حلوة كتيرة، احنا كمان دورنا اننا نهد شوية كذبات وخرافات معروفة عن بعض المهن. احنا بنتكلم في كواليس مهن يمكن احنا بنكون عنها صور ذهنية من غير ما نعرف تفاصيلها. النهاردة بقى جراح التجميل، وانا عارفة ان معظم الجمهور شباب، فلما سألتهم حد فيكم راح لدكتور تجميل كله قال لا، بس هسألكم السؤال تاني، مين عايز يصلح مناخيره؟ في هتلاقي ناس، يعني علاقتنا بدكتور التجميل هي يا اما علاقه شخص اسمع عنه ما رحتلوش بس عايزه اروح له، او هروح له او ناوي اروح له، او عندي فعلا عرض طبي يخليني احتاج اروح له. خلونا نبتدي. في 10 كذبات واساطير حوالين شغلانه التجميل او التجميل بشكل عام. اول حاجه مش مفهومه في التخصص ده كله هو انك اصلا تكتشف التخصص الواضح. عشان تعرف تعمل اجراء تجميلي محدد، انت ممكن تتعامل مع جراح تجميل او اخصائي جلديه، او احيانا للاسف بتروح لناس واخدين شويه كورسات على حقن فيلرز، على بيعرف يعمل ليزر وبيسمي نفسه اخصائي تجميل. في الاغلب جراح التجميل هو اخر حد بيلجا الناس اليه بعد ما بيكونوا لفوا لفه كبيره جدا. وجراح التجميل طبعا مختلف تماما عن اي حد بيشتغل في مجالات التجميل المختلفه، لانه هو بيقول عن نفسه كده، انا بتاع عمليات مش بتاع هزار. تاني كذبه انه شفط الدهون هو الحل. تخيل كده لو حد راح عنده شويه كيلوات زياده في وزنه، الطبيعي لو انت رحت لجراح تجميل هيقول لك على طول هنشفط الدهون، انا شغلتي بعمل كده، انا ده اكل عيشي. لكن الحقيقه انت لو رايح لجراح التجميل او لدكتور التجميل عشان يقول لك العبي رياضه، انت كده محتاجه تروحي الجيم غالبا. الحلول عند كل واحد بحسب تخصصه. لو عايزين تشجيع على اننا نغير اللايف ستايل ونلعب رياضه، اكيد مش مكانها جراح التجميل. الكذبه الثالثه او الوهم الثالث كلمه بيوتي كلينك. بيوتي كلينك دي وهم كبير مش كده؟ لأنه الكلمة حلوة وكلنا نفسنا نبقى أحلى. أصلاً مفيش يعني جمال في العيادات، مين موافقني إن الجمال جمال الروح؟ يا عم يعني هو الشباب اللي بيقولوا، في الغالب إحنا اللي بنقول كده عشان يعني نراضي نفسنا. جمال جمال الروح؟ بس عادي، من حق الناس تدور على شوية جمال. رابع كذبة هي الأوفرز. الأوفرز والسوشيال ميديا وكل اللي بيتقدم لنا في حاجات كده منظمة، يقولك إنه في باكج مش عارف كام نبضة بإيه، هتعمل شوية حاجات مع بعض كده في عيادة التجميل برقم محدد. بالمناسبة، حد يعرف إنه الدعاية الطبية أصلاً ممارسة مش مظبوطة؟ يعني في مجال التجميل مفيش حاجة اسمها أروح للأرخص، لكن ضروري جداً أعرف مين الأفضل. الكذبة الخامسة لما تسمع في أي عيادات تجميل كلمة هيقضي على مشاكل أي حاجة نهائياً. مفيش حاجة بتقضي على مشاكل حاجة نهائياً. طبعاً التجميل بيحسن الأثر وبيحتاج مرات كتير جداً في المتابعة، لكن مفيش حاجة اسمها أبداً نهائياً دي. الكذبة السادسة علاج البهاء من جلسة واحدة. بتشوفوا الإعلانات دي؟ البهاء واحد من الأمراض المناعية اللي بياخد فترة طويلة جداً في العلاج، وعلاجه أصلاً مناعي مش تجميلي، لكن حتى حقن الجلد بألوان وصبغات عشان يرجع للونه طبيعي دي حاجة بتاخد وقت كتير جداً، وبالتأكيد مفيش حاجة من مرة واحدة. ساعات يقولوا لك كده بعد الخطوة دي، هي خطوة واحدة، شك الدبوس. الجملة دي لما بنسمعها بتبقى غالباً ناقصة نص الحقيقة، لانه حتى الناس اللي بيعملوا فيلر او باتكس او اي حاجه لازم هيسمع من الدكتور جمله انه ترجعي لي بقى بعد 6 شهور عشان هنحتاج نكمل مره تاني ونعيد الاجراء. زي ما اتفقنا مفيش حاجه في عالم التجميل بتخلص من مره واحده ولا سريعه قوي كده. الكذبه اللي المريض غالبا بيحب يسمعها ولازم الدكتور يقولها له، انه مكان الجرح مش هيسيب اثر. في الغالب الدكتور بيقولها عشان يطمنك، كل حاجه بتسيب اثر. شطارة دكتور التجميل إنه الأثر يبقى خفيف أو مش باين، لكن هيسيب أثر. الكذبة التاسعة إنك أصلاً محتاج عملية. الفكرة دي نسبية جداً، وتحديداً في جراحات التجميلية مش بس اللي بتحل مشاكل، لأن أصلاً الجمال نسبي. عند ناس ممكن يعجبهم مناخيرهم اللي مش عاجبة واحد تاني، لكن هي في الغالب بترجع
لضمير ومهنية الدكتور، لأنه في الغالب لو أنت مش محتاج عملية لازم يقولك أنك مش محتاج عملية وأن دي حاجة ممكن تستغنى عنها. في كدبة بقى إحنا بنروجها عن التجميل أو عن المكان كله، وأنه عمليات التجميل دي رفاهية بتاعة المرفهين. الحقيقة اللي دكاترة علم النفس اكتشفوها أنه لو عندك أزمة معينة، حاجة معينة في وشك وتقدر تعالجها بالتجميل وتقدر تعمل ده، اعمله، لأنه الحاجات اللي بتحسن نفسيتك مهمة جداً جداً حتى لو كانت من شكلك. فهي في الغالب مش كل عمليات التجميل رفاهية، وكمان معظم عمليات التجميل هي بتحل مشاكل حقيقية وعلاج لمشاكل ممكن تكون حصلت بسبب حوادث زي الحروق وحاجات كتيرة ليها تأثير قوي على النفسية. تعالوا نشوف بقى أشهر 10 تحديات في شغلانة دكتور التجميل. دكتور التجميل شخص أو مهني زي أي مهني في المجتمع بيعاني من حاجة اسمها ثقافة المجتمع، والمجتمع بتاع الدكتور هنا هو المريض. فثقافة المريض إنه يعرف يختار الدكتور الشاطر وسط زحمة إعلانات كتير، وزي ما كنا حالاً بنقول، وأوفرز وعروض. فكرة إنك توصل للدكتور الشاطر غالباً بتبقى بعد لفة وإحباط رهيب، فأنت بتروح للراجل الكويس وأنت أصلاً محبط من اللي قبله. ده تحدي حقيقي عن دكتور التجميل. التحدي التاني هو الرغبة في الجمال طول الوقت. عند بعض الناس هم عندهم وسواس شوية، إن أنا كل شوية عايزة أعمل عملية، اللي عمل عملية مرة غالباً بيدمنها معرفش بشكل من الأشكال، والموضوع ده واضح إنه منتشر. مشكلة الدكتور إنه يقدر يقنع المرضى بإنك مش محتاجني، وإنك غالباً محتاج تروح لدكتور نفسي مش إنك تروح لدكتور تجميل. في كذبة مشهورة يعرفوها الدكاترة بيقولوها الناس اللي عندهم أي علامات في وشهم. حد يعرف حد قال إن ماما كانت متوحامة على فراولاية؟ عارفين الفراولاية؟ فالدكتور عنده مشكلة إنه يقنع الناس إن مفيش حاجة في الطب أصلاً بتقول إن ماما توحمت على حاجة تطلع لي في وشي، لكن هو ده ممكن يكون تغير حاجة بتحصل في الجلد أو صبغات في الجلد بتسبب الشكل ده، بس هي مش ماما توحمت على فراولة وبعدين هرشت في خدها الشمال. أعراض ما بعد العملية. ثقافة إنك تبقى عارف الخطوة اللي جاية هتحصل لك إيه، وتبقى عارف المضاعفات أو الأعراض اللي هتحصل بعد العملية، دي ثقافة. الدكتور غالباً بيتفاجئ بمجموعة من الأسئلة في البديهيات كلها عن أعراض ما بعد العملية اللي هي طبيعية. يعني أنا عملت مثلاً عملية في مناخيري، ليه هتخض لو مناخيري زرقت؟ الناس ساعات بتخاف من حاجات تشبه كده. خامس تحدي عند دكتور التجميل هو المنافسة. المنافسة شديدة جداً في عالم التجميل، وزي ما كنا بنقول من دقايق أصلاً المجال دخل ودخلاء كتير قوي، فالمنافسة شديدة جداً. وطبعاً عنده تحدي إنه تكلفة الخامات نفسها كبيرة. فتخيل كده الدكتور الشاب الشاطر الصغير عشان يقدر ينافس وسط الزحمة دي كلها، هو محتاج يبذل مجهود قد إيه ويصرف فلوس قد إيه. التحدي السادس هو التطور المستمر. في زمن كل يوم في حاجة جديدة في الطب، جراحات التجميل وتقنيات التجميل فيها حاجات جديدة كل يوم. اللي بيشتغل النهاردة بطريقة من 6 شهور فاتوا غالباً هو متأخر كتير، وهو محتاج يذاكر طول الوقت. التحدي السابع، علاقة التخدير بالتجميل. طبعاً انتوا عارفين من كام حاجة سمعناها كده انه دايماً لما حد يدخل عملية تجميل يخافوا قوي من التخدير، فعلاقة التخدير أو دكتور التخدير بدكتور التجميل واحدة من التحديات. وفعلاً أنت بتلاقيهم في الغالب فريق بيشتغل مع بعضه ومش بيغيروا الفريق ده إلا في أضيق الحدود. تحدي مشهور قوي والدكاترة عارفينه أنه لو رحت تسأل الدكتور على إجراء تجميلي أو عملية هتقولي له صاحبتي عملتها بنص الثمن، أنت غالي كده ليه؟ هو الحقيقة مش محتاج أبداً يبرر هو ليه بيسعر خدمته كده. احنا طبعا عندنا كل الحق اننا نختار، بس الدكتور طول الوقت مطلوب منه يبرر السعر والخامات والفرق وفرق المستشفى عن المستشفى اللي جنبها. التحدي التاسع في عالم التجميل هو انه السيئة تعم. تخيل كده، ودي نسبة معروفة في كل انواع الجراحات اللي في الدنيا، اي جراحة فيها نسبة خطر او نسبة فشل، فواحدة من كل 100 عملية ممكن ما تطلعش مظبوطة أو يطلع فيها حاجة غلط. لو حصلت الحادثة دي لواحد من المشاهير، سمعة كل دكاترة التجميل بتتضرب في مقتل لفترة طويلة جداً. السيئة تعم،
والدكاترة طول الوقت مطلوب منهم يشرحوا إن دي نسب طبيعية وإن ده وارد يحصل. أسعار الخامات تحدي حقيقي لمراكز التجميل لأنها بتخلي سعر الخدمة أحياناً مش معقول رغم مهارة الأخصائي أو الجراح اللي بيقدم الخدمة. تحدي السعر مش بس عائق عند الناس اللي محتاجة عمليات تجميلية وتكميلية، لكن عند الناس اللي محتاجة تدخل حقيقي ممكن يساعدها في حياتها.